هنتكلم في المحاضرة دي على الترانسبورت ان الانفينيت ميديوم، وبيسكلي احنا في الاخر بنوصل في المحاضرة دي ان احنا نتكلم على الديفيوجن، وده له ابليكيشنز مختلفة في البايوميديكال انجينيرينج. اول حاجة هنتكلم عليها هي الديفينيشنز، بعض الديفينيشنز عن بعض الحاجات اللي احنا هنحتاج بعد كده ان احنا نستعملها في الديريفيشن بتاعنا. فاول حاجة هي الفلو ريت او الفوليوم فلكس او الفوليوم كارنت، ده عبارة عن total volume of material transported per unit time، والوحدات بتاعته بتبقى الحاجة نفسها per unit second per second. اوكي، فمعنى كده لو بتكلم ان انا مثلا فرضا total volume يبقى معنى كده m cubed، لو انا بتكلم على total mass يبقى معنى كده هتبقى كيلوغرام per سنتي per second، لو بتكلم على اي حاجة لها وحدة معينة بيبقى الوحدة موجودة per unit second per second. فبيسيكلي احنا بنتكلم هنا على الفلكس، معناها ان احنا حاجه بير يونت تايم. ممكن نلاقي زي ما بنتكلم ماس فلكس هيبقى الوحدات بتاعته كيلو جرام بير سكند، او بارتيكل فلكس نتيجه ان البارتيكل ملهاش وحدات هتبقى يعني سكند ماينس 1 بس. لو بنتكلم على البارتيكل فلوينس او بتكلم على كلمه فلوينس عموما، هو النمبر اوف بارتيكلز ترانسبورتد بير يونت اريا across an imaginary surface. يعني هنا احنا بنتكلم على حاجة per unit area، مش زي ما كنا بنتكلم على الفلكس per unit time. فبيسكلي هي عبارة عن حاجة على متر سكوير، يعني حاجة على unit على الاريا على الوحدات بتاعت area. لو بتكلم for example على volume fluence، الفوليوم الوحدات بتاعته ايه؟ volume الوحدات بتاعته متر كيوبد، فمعنى كده تبقى متر كيوبد تايمز متر ماينس 2، يبقى معنى كده في الوحدات بتاعت الفوليوم فلوينس هتبقى متر. لو بتكلم على فور اكزامبل ماس فلوينس يبقى بتكلم على كيلو جرام بير متر سكويرد. اوكي، لو بتكلم على حاجه بقى اسمها الفلوينس ريت او الفلكس دنسيتي، دي حاجه بقى بتجمع الاثنين مع بعض. amount of something transported across an imaginary surface per unit area per unit time، يعني عندي الاثنين مع بعض دلوقتي، يعني basically الوحدات بتاعتي هتبقى حاجه على unit area على time. اوكي، يعني لو بتكلم مثلا على mass fluence rate او mass flux density يبقى معنى كده تبقى كيلوغرام متر ماينس 2 سكند ماينس 1.